مما لا شك فيه أن من يوم 28 يناير 2011 لغاية دلوقتي وإحنا حاسين بأن في فجوة حصلت ما بين الشرطة أو جهاز الشرطة والشعب المصري بشكل عام. أكيد حاسين أنه بقى في تطاول من المجرمين بشكل أو بآخر على الشرطة، وحاسين في نفس الوقت أن الشرطة اللي كانت طول الوقت واقفة بجانب النظام السابق وما بتحميش الشعب على قد ما هي بتحمي النظام السابق، كان واضح تماما قبل ثورة 25 يناير وبعد ثورة 25 يناير. أي نعم حصل تطور مش وحش من أول 28 يناير إلى يومنا هذا في الأمن في مصر، لكن ما زلنا بنحاول ومصرين ان الامن يرجع بشكل كامل لبلدنا الحبيبه مصر. بدون الامن مش هنعرف نعيش، مش هنعرف ناكل، مش هنعرف يبقى في اقتصاد، حضراتكم عارفين الباقي. في مبادره قامت بيها منظمه من منظمات حقوق الانسان مع ائتلاف ضباط لكن شرفاء. المبادره دي لها شويه مطالب هنعرفها من خلال الفقرة دي من ضيفتنا الأستاذة ماجدة بطرس مدير قسم العدالة الجنائية في المبادئ المصرية المبادرة أنا آسف المصرية لحقوق الشخصية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، منورانا النهارده في نهارك سعيد. خلينا نبتدي معاكي على طول بالمبادرة وعايزين نتكلم عنها أكتر. أهم المطالب أو الإجراءات أو المبادئ زي ما نسميها اللي تهمكم تحديدا واللي تهمكم واللي يهمكم تنفيذها. تمام، المبادرة دي مكونة من حاجتين. أول حاجة الإجراءات العاجلة اللي احنا شايفين إن لابد منها علشان إعادة الأمن في الشارع المصري النهاردة. الجزء الثاني إجراءات آجلة هتاخد وقت أطول شوية إنها تتنفذ، لكن دي أهم الإجراءات اللي هي هتخلي إن احنا نعمل إعادة هيكلة لوزارة الداخلية علشان تصبح وزارة الداخلية وزارة مدنية كفء بتتعامل بتحافظ على أمن المواطنين وفي نفس الوقت بتحترم القانون وحقوق الانسان. مظبوط. الاجراءات طويله المدى دي حاجات ممكن تحصل على كذا سنه. الاجراءات الفوريه دلوقتي علشان نستعيد الامن في الشارع، اول حاجه ممكن تحصل كنا طرحينها في المبادره ان يكون في دوريات امنيه. يعني احنا عندنا دلوقتي عدد كبير جدا من عساكر الامن المركزي، ورغم ان احنا شايفين في الاجراءات العاجله ان احنا مش راضين بفكره المجندين اللي يشتغلوا في وزاره الداخليه في الامن المركزي، لكن كاجراء مؤقت احنا شايفين ان ممكن نستفيد من عساكر الامن المركزي ان هم يعملوا دوريات امنيه في جميع المناطق، منها المناطق الفقيره والمناطق العشوائيه، علشان يحسسوا المواطنين بالامن مره ثانيه. الحاجه الثانيه طبعا في عمليه تطهير محتاجه تبتدي من دلوقتي، منها الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين او في قضايا تعذيب. احنا طلبنا وده من كام شهر ان يكون في فصل عن العمل لحين انتهاء من التحقيقات، ودي ده مطلب كان منصور عيسوي رفضه رغم ان القانون بيسمح له ان هو يعمل كده. والنتيجه للرفض ده كانت ان هم الضباط دول لسه موجودين في الخدمه وبيضغطوا على اهالي الشهداء وبيضغطوا على مصابين الثوره ان هم يتنازلوا عن القضيه، واحنا عندنا حالات كتيره من كده. فاحنا كنا بنطالب ان هم يتوقفوا عن العمل التطهير. الحاجه الثانيه الضباط اللي ادينوا قبل كده في جرائم جنائيه ومضوا العقوبه ورجعوا في الوزاره تاني، يعني مثلا انا دلوقتي محكمه جنائيه حكمت عليا بسجن علشان قضيه تعذيب، وبعد ما مضيت عقوبة السجن رجعت تاني في وزارة الداخلية. احنا بنطلب من وزارة الداخلية ان كل الضباط اللي قبل كده أدينوا في جرائم جنائية ضد المواطنين يتفصلوا عن العمل تماما. ده طبيعي، دي حاجات لو ما حصلتش دلوقتي مش هيكون في بداية لعملية التطهير. الحاجة التانية التالتة في الإجراءات الفورية ان يكون في مشاركة شعبية في عملية تأمين المجتمع، بمعنى ان يكون في تفعيل لخطوط النجدة او خطوط الابلاغ عن الجرائم، وتكون الخطوط دي متسجلة، ويكون في مراقبة دورية على الخطوط دي علشان كل ما يكون في بلاغ ان في جريمة حصلت او جريمة بتحصل نتأكد ان كان في استجابة سريعة من قوات الامن. زي ما بيحصل مع شركات كتير وزي ما بيحصل بالزبط. في حاجات كتير جدا المكالمات دي بتكون موجودة ونقدر نوصلها في اي وقت. مظبوط. بالظبط. وفي نفس الوقت بنطالب برضو من وزارة الداخلية انها تسمح لممثلين من المجتمع المدني سواء من جمعيات اهلية او من
نقابه المحامين، نقابه الاطباء، ان هم يدخلوا اماكن الاحتجاز، يدخلوا اقسام الشرطه، يتاكدوا في اي وقت ان الاحوال هناك طبقا للقانون، يعني ان المحتجزين اللي محتجزين في الاقسام بيتعاملوا بطريقه ادميه. فدي كلها حاجات ممكن ياخد وزير الداخليه قرار فيها النهارده، وهيكون بدايه في اعاده الامن للشارع. الحاجه الثانيه الاجراءات الاجله اللي هي هتاخد شويه وقت، وفي دي احنا كنا بنقترح ان احنا نبتدي من كليات ومعاهد الشرطه. النظام اللي موجود حاليا لغايه النهارده هو ان اللي بيدخل كليه الشرطه بيدخل يتعلم تدريب عسكري. احنا عايزين ان كليه الشرطه دي تتحول لكليه مدنيه زيها زي اي كليه، ما فيهاش اقامه داخليه اجباريه، الطالب بيروح ويروح بيته بالليل. يكون في كليات، عدد من الكليات في المحافظات المختلفه، مش كليه واحده بس في مصر. يكونوا في الكليه بيتعلموا مهارات العمل الشرطي، مش بس بيتعلموا القانون وحاجات نظريه، يكونوا بيتعلموا فعلا انا في الواقع لما يجي لي حاله اتصرف معاها ازاي، اتكلم مع الضحيه ازاي، اتكلم مع المتهم ازاي. وفي نفس الوقت لازم التعليم بتاع ضابط الشرطه يكمل معاه طول فتره عمله في وزاره الداخليه، يكون طول الوقت في دورات تدريبيه في العمل الشرطي. بعد كده بنطلب برضو ان يكون في رفع لكفاءاتهم، بمعنى ان يكون في ادوات حديثه اكتر، مثلا للبحث الجنائي او للادله الجنائيه، يكون عندهم الادوات اللي ممكن يشتغلوا بيها علشان يعملوا بحث جنائي كويس. من ناحيه مثلا قوات الامن المركزي، احنا شايفين ان قوات الامن المركزي لازم نفض جهاز الامن المركزي ده تماما، ونجيب بداله ناس مدنيين اختاروا ان هم يشتغلوا في الوظيفه دي، مش مجندين بيمضوا عقوب بيمضوا اسفه بيمضوا التجنيد الاجباري بتاعهم في وزاره الداخليه، ويكونوا مدربين فعلا في ازاي ان انا امن مظاهره، مش ازاي ان انا افض مظاهره او اقتل المتظاهرين ويتعلموا ازاي ان هم يستخدموا السلاح اللي معاهم بطريقه قانونيه، يعني ان انا مش ما ينفعش ان انا استخدم السلاح القاتل، ما ينفعش ان انا استخدم الرصاص الحي غير لحمايه الارواح فقط، ما ينفعش ان انا علشان عايز افض مظاهره استخدم الرصاص الحي. احنا يعني من الشهر اللي فات في اكتر من 40 واحد اتقتلوا اغلبهم بالرصاص الحي، وكلهم كانوا عزل، يعني ما كانش في واحد ماسك سلاح قصاد ضابط وعشان كده اتضرب، هو كان ماسك بالكتير طوبه وضرب بالرصاصه في مخه. فدي حاجات طلع اللي هو منصور العيسوي ينفى كل الكلام ده، نفى كل الكلام ده رغم وجود ادله ورغم وجود فيديوهات ورغم وجود صور ورغم وجود شهود ورغم وجود كل حاجه وتقارير الطب الشرعي بتثبت ان هو اتقتل برصاص حي اللي هو 9 مللي اللي هو بتستخدمه الشرطه. بعد كده لازم يكون في نظام رقابه على الداخليه، بمعنى ثلاث حاجات. اول حاجه هيكون في الرقابه الداخليه لوزاره الداخليه، بمعنى ان لما يكون في حد بيعمل خطا مهني في مجلس تاديب. دلوقتي في امناء الشرطه وافراد الشرطه بيتحكموا في محاكم عسكريه، احنا عايزين ان النظام ده يتغير، المفروض ان هم يتحكموا في مجلس تاديب عادي زي اي موظف حكومي، ويكون في فعلا سياسه في وزاره الداخليه ان مجالس التاديب دي بنستخدمها علشان مثلا بيمتنع عن العمل رفض يروح مكان حادثه كان المفروض يروحها ياخد جزء، مش اللي يروح مثلا يتكلم شويه زياده عن وزاره الداخليه او الفساد اللي موجود في وزاره الداخليه هو اللي ياخد جزء. في نفس الوقت عايزين ان يكون في تعاون من وزاره الداخليه مع جهات التحقيق لما يكون في اي واحد من الضباط متهم في قضيه جنائيه. لغايه النهارده بنلاقي ان وزاره الداخليه بتحمي الضباط بتوعها، يعني عندنا في قضية المسجون عصام عطا اللي اتقتل بعد تعرضه للتعذيب، اللي مات بعد تعرضه للتعذيب في سجن تورا، وزارة الداخلية قدمت للنيابة كشف بأن ما كانش الضابط اللي متهم موجود في السجن أصلا يوميها، رغم أن احنا عارفين من مصادر مختلفة كتير داخل السجن وبره السجن أن هو كان موجود يوميها في السجن. نفس الأمر حصل مع الضابط اللي هو اسمه قناص العيون محمود الشناوي، اللي متصور صوت وصوره وهو بينشن على عيون المتظاهرين، وزمايله بيهنوه ان هو عارف ينشن فعلا على عين واحد من المتظاهرين، وبرده قدمت وزاره الداخليه للنيابه سجلاتها ان هو ما كانش اصلا موجود في ميدان التحرير يوميها. فاحنا لسه لغايه دلوقتي وزاره الداخليه بتحمي الضباط بتوعها لما بيرتكبوا جرائم، احنا بنطالب ان هي مش بس تبطل تعمل كده، كمان تتعاون
مع جهات التحقيق لما يكون في حد من ضباطها متهم في قضية زي كده علشان تثبت انها فعلا عندها نية. استاذة ماجدة انا مش عايز اقاطعك، انا عايزك تكملي بس انا هوقفك عند الحتة دي. ان احنا عارفين وقرينا في الجورنان، عرفنا ان الضابط اللي كان بيمشن على العينين ده متحول للتحقيق. مظبوط، هو متحول للتحقيق. والنيابه العامه الحمد لله وكيل النيابه اللي ماسك القضيه وكيل نيابه محترم جدا. وهو رغم ان وزاره الداخليه قدمت الـ 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 الاوراق اللي بتثبت ان او يعني الاوراق اللي بتقول ان هو ما كانش موجود، وكيل النيابه لسه لغايه دلوقتي شايف ان في ادله كافيه ضد الضابط ده. تمام. وبتكمل التحقيق. تمام. معي انا بتكلم عن التعاون بتاع وزاره الداخليه مع جهات التحقيق. كملي عشان مش عايزين نقطعك. كملي. لا لا، ايه تاني مطالب تانيه؟ ايه المطالب التانيه؟ ان لازم يكون في لازم يكون وزير الداخلية وزير مدني، بمعنى ان هو مش من رجال الشرطة. ليه؟ علشان المنصب وزير الداخلية ده مفروض يكون هو منصب سياسي. ان هو بياخد قرارات سياسية، بيقرر توجهات الأمنية في الدولة عاملة ازاي. وبما ان هيبقى عندنا مفروض مجلس شعب منتخب، ومجلس الشعب ده بعد ما يكون عندنا دستور مفروض ان هو اللي هيحدد الحكومة. فمفروض ان على حسب الناس انتخبت مين، احنا عايزين اتجاهات سياسية معينة، وعايزين سياسة أمنية معينة. فالوزير ده يكون وزير سياسي، شخص سياسي بيقرر التوجهات. فهم. دي في حاجة تانية؟ آخر حاجة. ايوه مثلا عندي سؤال سريع. اتفضل. بقى لا كملي بس عشان لا لا معلش اتفضل. طيب انا في عندي نقطتين، كل اللي حضرتك قلتيهم دول حاجة اعتقد انه مفيش حد هيختلف عليهم، وكل الحاجات مش مختلفين عليها اعتقد. يعني ان انا عندي بس ملحوظتين او سؤالين. واحد خاص بكليه الشرطه، انت بتقولي مش عايزه حد يبقى متواجد، ما يبقوش عايشين جوه كليه الشرطه، يعني تبقى زي كليه التجاره وكليه هندسه، بيروح ويروح في يعني يروح ويروح في الاخر بيتهم. والسؤال الثاني اللي هو خاص بانك انت يبقى الوزير مدني، هل انتوا كمنظمات حقوق الانسان وضباط لكن شرفاء، هل درستوا الموضوع ده على مستوى العالم مثلا؟ هل كليه الشرطه عموما في العالم كله في النظام اللي انت بتقوليه ده، ولا لازم يبقى ضابط الوزير ده يبقى ضابط فاهم ودارس الحكايه من الالف للياء، ما يبقاش جاي مدني؟ تمام. احنا طبعا لما جينا نكتب المبادره دي بصينا على الدول التانية بتعمل ايه، وعلى المعايير الدولية بتقول ايه. وطبعا دي كانت حاجة من اكتر الحاجات اللي كنا بنستفيد منها. في الدول الديمقراطية بيكون منصب الوزير مهما كان دايما منصب سياسي، يعني ممكن وزير الصحة ما يكونش طبيب، وممكن وزير يعني مش لازم ان يكون الوزير فاهم في تفاصيل الشغل، هو بيحط التوجهات وبعد كده اللي فاهمين الضباط الشرطة اللي هم راحوا كلية الشرطة وفاهمين كويس عمل الشرطي عامل زي هم اللي بينفذوا السياسة دي. هو بيحط الخطوط العريضة للسياسة ومش بيتدخل في يوميات العمل الشرطي زي ما كان حبيب العدلي بيتدخل في كل صغيرة أو كبيرة في وزارة الداخلية. معلش، هل بلد ايه اللي انت يعني شفتيها ان هي فيها عندها وزير الداخليه، عندهم وزير الشرطه يعني وزير الداخليه مدني؟ في دول اوروبا، عندك في فرنسا، في انجلترا، في المانيا، اسبانيا، في امريكا. يعني ممكن اقعد اقول لك كتير بلاد، لكن كتير. إنما الدول في البلاد العربيه ما فيهاش. البلاد العربيه ما مش متاكده صراحه، ما عملتش حصر بكل الدول العربيه فما اقدرش اقول لك بالتاكيد. طيب حتى لو مش على درايه بالمبادئ او بالحقوق او بالواجبات، يعني لو احنا اتكلمنا كمواطنين عاديين اكيد الموضوع هيبقى مختلف عن لو حد دارس ده او لو حد على علم اكتر. طبعا هيكون حد يعني فاهم في الموضوع. فهل يهمكم اكتر انه يكون صاحب مبادئ حقيقيه، وانه يكون نزيه، وانه يكون حيادي، وانه يكون فعلا مصلحته البلد والشعب مش مصلحته النظام او مش مصلحته الحكومه، ولا يهمكم اكتر انه يكون بره لا بره طبعا الداخلية؟ يعني فكره ان هو نجيب واحد من بره الداخليه مش علشان احنا مش عايزينه من جوه الداخليه وخلاص، الفكره كلها ان هو يكون شخص منحيز لمطالب الشعب. ممكن يبقى منحيز لمطالب الشعب ومن الداخليه لو لقينا شخص زي كده. لو موجود انا ما عنديش اعتراض. اوكي.